اتق الله. مش كتقول ليه كيفاش تخلق الكون، كيقول لك فوالا الكون تخلق كذا، هذا سبعة ايام، هذه الثلاثاء تخلق كذا، اثنين تخلق هذا، هذا ربي دار هذه على حسب القران وعلى حسب السيره النبويه. ولكن ملي كتجي تعمق معاه شويه كتقول ليه شنو هو الرتق والعتق؟ الرتق والفتق. الرتق والفتق، اسمح لي، الرتق والفتق ما كيفهموش. ملي كتجي تقول ليه بلونجلي بينغ بانغ كيقول لك بينغ بانغ هي الانفجار العظيم وهذه وكذا. علاش؟ واش شنو السبب في هذا الشيء؟ واخا قبل ما نتكلم معك في السؤال ديال هو كيف بدا الخلق او كيف بدا خلق الكون. مزيان نعرفوا كيف بدا من انطلاقا منك. هذا هو السؤال اللي بغيت نقول انت. دابا رجعتيني لواحد العهد قديم. بالعكس بزاف الناس ما عارفينش بزاف ديال الافكار. شوف اخي فتح، قبل ما نتكلموا على المسألة ديال كيف بدأ الخلق، نعطيك غير واحد الإشارة شوية نرجعوا للتاريخ. هذه المسألة هذه تكلموا عليها، تكلم عليها الإنسان في الحضارات كلها. تكلم عليها الإنسان في الحضارات كلها، تكلم في الحضارة الهيروغليفية، الحضارة الفرعونية، الحضارة البابلية، الإغريق، كلهم كان شغلهم الشاغل هو يعرفوا من بدا، من خلق الكون، او بتعبير ادق كيف بدا الخلق. وعلماء الاثار تكلموا في هذا الامر هذا بشكل كبير كبير بزاف. علاش؟ لانهم هما اللي لقاو في الاثار اللي اكتشفوها ان الانسان دائما كان عنده هذا الشغف لمعرفه كيف بدا الخلق. إذا مسألة قديمة قديمة جدا. ومن بعد هذه تجي الديانات هذه تعمق هذا الإدراك ديال الإنسان، وهذه تزيد تعمق الارتباط ديال الإنسان بهذه المسألة اللي هي كيف بدأ الخلق. إذا جينا نشوفوا الدين مثلا يعني التوراة، وقبل ما نتكلم على التوراة نشوف القرآن شنو كيقول في هذه المسألة اللي تكلمتي عليها، نظرية الانفجار العظيم يعني بلسان العلماء، ونظرية الرتق والفتق بتعبير القرآن. الله كيقول في القرآن: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. سموا العلماء ديال الدين نظرية الفتق والرتق، وهذه هي هذه راهي اخر مرحله من مراحل تطور خلق الكون عندنا حنا كمسلمين، بخلاف علماء الطبيعه. علماء الطبيعه كيعتبروها هي المرحله الاولى. ولكن ملي كنشوفوا الناس كيحددوا ناس وكيقولوا لهم هذا قليل او نادر جدا ما كيجبدوا هذا المصطلح ديال الفتق والرتق. هي لان الناس بعدوا على الدين، الناس ما كيقراوش القران كما قال الله سبحانه وتعالى في القران: ان قوم يتخذوا هذا القران مهجورا. الناس بقوه ما كيشوفوا غير العلم فقط، وما كيقراوش القران وما كيتدبروش القران. يدبروا اياته كما قال الله سبحانه وتعالى، وكان كيعرف كيقراوا القران وما اتخذوهش مهجور. هذه عرفوا هذه المساله هذه. ولكن عند علماء ديال الدين، حتى علماء ديال الطبيعه الان اللي هما مسلمين، كيتكلموا عليها بواحد الشكل واسع. نظريه الرتق والفتق: اولم يروا الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الكون كله كان كتله، وكما قلت لك قبيله فاش قطعتيني ان الكون كان كله كتله واحده. من بعد وقع ذاك الانفجار، هذا في نظريه الانفجار العظيم. السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، هذا قال الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في الدين ديالنا كنعتبروا ان هذه هي اخر مرحله من مرحله خلق الكون وتطور الكون.
وهذه جهه غادي نتكلموا على قبل كاين واحد المراحل كثيره جات قبل هذه المرحله هذه علماء الطبيعه كيعتبروها هي الاولى كما قلت لك قبيله ربي اش قال في القران ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من لغوب هذا القران ما معنى اللغوب بلاتي حنا نجي نجيو لهاد المساله ديال اللغوب شوفوا اي مرحله بعدا نتكلموا على خلق السماوات والارض في سته ايام علاش قال الله سبحانه وتعالى قد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام هاد في سته ايام واش الايام كايام ديالنا حنا ولا الايام ايام الله شي ايام اخرى هنا غادي نلاحظوا الفرق بينه وبين بين بين مثلا التوراه التوراه شنو كيقولوا في واحد الى ما خانتنيش الذاكره سفر الخروج كيقولوا تيقول في التوراه ولانه خلق السماء والارض في سته ايام وفي اليوم السابع لا ولانه صنع السماوات ولان الرب صنع السماء والأرض في ستة أيام وفي اليوم السابع فارغ من العمل والسراح إذن هنا التوراة تكلموا على المسألة ديال المراحل ديال خلق السماوات والأرض واعتبروها واعتبروا الأيام اللي مذكورة عندهم كأيامنا هنا يجسم الله سبحانه وتعالى في قدرته والله تعالى أخضعوه المسألة ديال التعب والقدرة والتعب لذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن عندنا وما مسنا من لغوب هنا لغوب وما مسنا من تعب ولكن واحد المسألة مهمة اللي تقدر تلاحظها ولاحظها العديد من الناس الله سبحانه وتعالى قادر باش يخلق السماوات والأرض بكلمة كن فيكون ولكن علاش الله قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام علاش بالضبط في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من تعب إذا مادام الله قادر يخلق السماوات والأرض بكلمة كن فيكون فلماذا بالضبط في ستة أيام إذا هنا كيبان بعدا واحد المسألة مهمة خيفتح وأن الله سبحانه وتعالى ما عطاناش أصل خلق الكون وفصل فيه عطاك نظريه الرزق والفتق ياك ولكن ما بينش لنا الله سبحانه وتعالى بالتفصيل خلى هذا الامر هذا مسكوت عنه ومفتوح نعم مفتوح باش نتدبروا نجتهدوا لا باش نتدبروا لان في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل القران العقول ما كانتش مهيئه لفهم هذه الامور هذه بكثر ما هي مهيئه الان لينا حنايا علاش لان احنا العلم تطور الناس وصلوا للكواكب ووصلوا لسطح القمر واكتشفوا علوم كبيره بزاف لذلك قال الله في آية اخرى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ولكن في عهد سيدنا رسول الله وعهد الصحابه والتابعين ما كانش عندهم هذه الاليات اللي عندنا حنايا باش نفهموا هذه الايات لذلك اش قال الله في القران ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتدبرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إذا الله تعالى خلى الأمر مفتوح من أجل التدبر وكأن الله سبحانه وتعالى يتكلم على هذا العصر الذي نعيشه التوراة جسم الله تعالى في قدرته واعتبروا الله سبحانه وتعالى بأنه خاضع للمسألة ديال التعب والقوة بحالنا بحاله وهذا منافي في حق الله أن خالق الكون يتعب علاش لانهم هما دخلتهم واحد المجموعه هذا تحرفوا القران ومن بعد فاش جات الانجيل فاش جات المسيحيه والمسيحيه راه كنعرفوها دابا هي واسعه الانتشار في العالم باسره ولكن حتى هما مشاو مع هذا الطرح هذا علاش لان المسيحيه في حد ذاتها هي امتداد للتوراه المسيحيه امتداد للتوراه ولكن حتى المسلمين تأثروا بمجموعة بما يسمى بالإسرائيليات تأثر المسلم من هذا الأمر هذا ولا كتاب الله ودرنا شي درتاش أخرى وتكلمنا مثلا على خلق آدم وأصل هل هو
أبو البشر أو آدم هو سلسله من 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 حلقات ديال التطور ديال الانسان. هذه نشوفوا مجموعه ديال الاسرائيليات استقاها المسلمون من كتب اليهود. مساله الشجره في القران التي اكل منها ادم، هل هي شجره باغصانها فعلا او شجره اخرى؟ واش كاين شي تفاحه او غيرها؟ واش ادم هو ابو البشر ولا كان شي بشر من قبله؟ ما تكلموا العلماء في هذه المساله هذه، ولكن غنبينوا اننا نحن المسلمين خدينا من هذه الاسرائيليات كما خداو النصارى من التوراه. هذه المساله ديال الرزق والفتق قلنا هي اخر سلسله من نظريات ديال تطور الخلق. نظريه الفتق والرزق اللي تكلمنا عليها قبيله وتكلموا عليها العلماء ديال الطبيعه وديال الفلك وسموها نظريه الانفجار، نظريه الانفجار العظيم. واحد المساله ما تعبوش فيها وما بحثوش فيها، اللي هي من خلق هذه الكتله؟ من خلق هذه الكتله؟ وسؤال اخر، من فجر هذه الكتله اللي كانت؟ من قام بتفجيرها؟ اما مساله ديال اخي فتح ديال المساله ديال الانفجار العظيم، هي العلماء ديال الطبيعه كما قلنا اعتبروها مرحله، هي المرحله الاولى، في حين ان احنا مسلمين اعتبرنا هي مساله، هي مرحله اخيره من مراحل ديال الخلق وتطور خلق الكون. والمساله اللي ما التي لم يجيب عنها علماء الطبيعه وعلماء الفلك لما تحدثوا عن الانفجار العظيم لم يتعبوا انفسهم في سؤال من خلق هذه الكتلة التي انفجرت، أو سؤال آخر من الذي فجر هذه الكتلة؟ كيقولوا بأنها من تلقاء نفسها، يعني طبيعة جات أو هذا الانفجار جاء بشكل تلقائي وأحدث هذه الطبيعة وهذا الكون المنتظم. إلا كان هذه النظرية كتقول هذا الشيء، راه بطبيعة الحال حنا كمسلمين كنقولوا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي دارها. إيه، ولكن بالنسبة لهم كعلماء علاش ما كيقولوش كيفاش نتجات هذه الكتلة؟ عجزوا. إذا عجزوا، هناك إعجاز، ولكن هناك عجز. عجز. نعم. عجز عن أنهم يفسروا من أتى بهذه الكتلة. وما بغاوش يجاوبوا عليه على هذا السؤال هذا. لا هما مجاوبين عليه. ما جاوبوش عليه، كيقول لك من تلقاء نفسها. هما اصلا حصلوا فيه. لذلك كيقول لك الطبيعه خلقت نفسها. كيبغيوش يتاكدوا بان المسلمين راهم على حق. ولكن المهم في الامر هو انها هذه نظريه الانفجار العظيم جاءت مصدقه لما اتى به القران. أولم يرى الذين كفروا، هنا يخاطب الله تعالى الذين كفروا من الملحدين وغيرهم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني كتلة ملتصقة، الأرض والسماوات كانوا ملتصقين، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. عاد بدات الحياة، نبات، حيوان، إنسان. وعاد ربما نتكلموا على سلسلة ديال التطور ديال الإنسان. إذا من خلق الكتلة؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه حاجة كمسلمين وكدين ديالنا احنا فاهمينها وعارفينها. ولكن بالنسبة للعلماء كيقولوا راه من الراسو، هذاك الشيء راه طرى الراسو وتخلق الراسو. بغض النظر على الملحدين شنو كيقولوا؟ اللي ما كيآمنوش كاع بالله. شنو كيقولوا؟ كيقولوا بأن ما كاينش لا وجود لله. ايوه هذا مساله مفروض منه. ولكن ما كيشوفش في الخلق هو كيفاش الجسم ديالو كيفاش متكون، النفس ديالو كيطلع وتتهبط، ما كيشوفش هذا الشيء زعما. تيقول لك من تلقاء الطبيعه خلقت نفسها بنفسها. اه، ملي كتموت اين فين كتمشي؟ اذا خلقت الطبيعه من تلقاء نفسها. وهما مشاو ابعد من ذلك، السؤال اللي كان خصك تسولني. نعم. اللي كيقولوه الملحدين. نعم. هو من خلق الله. نعم، ولكن ما بغيتش انا من خلق الله، ربما انت درتي واحد المجهود وجاوبتينا عليه، وفي هذا الحوار حنا غاديين. لا، ما جاوبناش على من خلق الله. لا، حنا يعني تدريجيا راه جاوبتينا بصفه غير مباشره. لا، هذا السؤال ديال من خلق الله. نعم. هو سؤال قديم جدا. نعم، وما كاينش شي واحد فينا ما طرحه على نفسه، سواء المسلمين او المسيحيين او اليهود او من البشريه جميعا. ممكن ايجاز تشرح لنا او تحط لنا فكره
بيني وبينك انا كنستافد منك، وحتى الحباب اللي غيشوفوا هذا الحوار وهذه الدردشه بين الخوت والحباب، ربما اي واحد غيستافد منها واللي يستافد منها مرحبا بك. تفضل. انت اللي تفضل وقول لنا من خلق الله. اولا هذا السؤال مشروع. نعم. سؤال مشروع يحق لاي احد ان يساله. يجي عندك اي ولدك صغير يقول لك بابا شكون اللي خلق الناس؟ شكون اللي خلق الكون؟ شكون اللي نقول له خلقوا الله سبحانه وتعالى. طيب الحاله هذه كيتكلموا بفطره سليمه. ويقول لك بابا شكون اللي خلق الله؟ أتجري عليه؟ تضربوا؟ أتكفروا؟ لا يمكن. ما يمكنش. خاصك تجاوبوا. جواب على قد العقل ديالو بطبيعة الحال. على قد السؤال ديالو. وتستوعبوا. السؤال ديالو في محله. حنا كنا سألنا هذا السؤال هذا في الصغر ديالنا، ولكن ما كانش عندنا الجواب اللي من بعد عرفناه في الكبار. وسقيناه من العلماء وفهمناه مع تدبر القرآن وتدبر آيات الله تعالى في الكون وفي الأنفس ديالنا. السؤال في حد ذاته كما كيقولوا المعتزلة وكيبان لي هما أول حسب ما على ما أظن إذا ما خانتنيش الذاكرة المعتزلة هم أول من تكلم في هذا الأمر. وكانت واحد القصة ديال كانت واحد المناظرة بين ملحد وفقيه. فقيه كان تابع كان ديك الساعة عينه أحد الخلفاء الأمويين أو العباسيين لا أذكر بين قوسين الخلافة العباسية والأموية من بعد نتكلموا على هذه المسألة ربما في درس قادم إن شاء الله. علاش بين قوسين أنا لا أعتبر الخلافة لا الأموية ولا العباسية بأنها خلافة بداية من عهد معاوية بن أبي سفيان، ولكن ماشي الموضوع ديالنا هذا. المعتزلة كانوا في السجون في ذاك الوقت، والفقهاء ديال ذاك العهد في ذاك الخلافة ما قدروش يجاوبوا على هذا السؤال ديال من خلق الله، فقالوا ما يفكنا من هذا الأمر هذا إلا المعتزلة، فأعطوهم أصغر واحد عندهم في المعتزلة، وكانت فرقة كلامية خطيرة جدا هذه الفرقة هذه، هي من المسلمين، منهم من كفرها ومنهم من ونحن لا نكفر أحدا. من خلق الله؟ الجواب كان الجواب ديالهم هو أن السؤال في حد ذاته خاطئ، سؤال لا يصلح أن يكون سؤالا. من خلق الله؟ لا يمكن لله اللي كيتوفر على واحد الصفات مطلقة، القدرة المطلقة، القوة المطلقة، العزة المطلقة، العلم المطلق، السمع المطلق، البصر المطلق، أن يخدع للخلق وأن يكون مخلوقا وأن نقول من خلق الله، ما يمكنش. فإذا خلق الله لا يصبح خالقا، ما يبقاش خالق وما يبقاش الله، فكنفي وتنتفي في حقه صفة الألوهية، ما يمكنش. فلنفرض جدلا أنه خلق من طرف خالق آخر فأنا ذاك يصبح خاضعا لذاك الخالق ويصبح مخلوق، إذا ما يبقاش إله، الخالق هو الإله وذاك الخالق خلقه خالق آخر، فبدوره لا يصبح خالقا كيولي مخلوق. وهكذا لبقينا كنتكلموا على شكون الخالق خلق خالقا نبقاو إلى لا نهاية، ما يمكنش. إذا لابد من مسبب أول ومن خالق أول للخلق، لا بد من مسبب أول، لا بد من محدث لكل محدث كما قالوا العلماء. وعطوا واحد المثال على الأرقام، يعني الأرقام لها مسببات، من كان السبب في خلق الرقم مثلا 5؟ بدأوا من 5، رقم 5 السبب المسبب رقم 5 هو رقم 4، والسبب المسبب لرقم 4 هو رقم 3، والسبب المسبب والرقم المسبب لرقم 3 هو رقم 2، والسبب رقم المسبب رقم 2 هو رقم 1، واذا بغينا نشوف ورقم 1 هو نقولوا لا شيء، لا شيء، صفر، يعني ما كاين. اذا 1 هو الرقم الاول، هو المسبب الاول لكل الارقام. فكذلك الله سبحانه وتعالى هو السبب الأول المسبب لكل الخلق، هو المحدث لكل الحوادث كلها. ثم واحد المسألة إلى هذه نتكلموا في الخالق ومن خلق الخالق، وإن
نتكلموا في واحد المساله اللي مهمه بزاف هو هذا الروح التي بين جنبينا. حتى شي حد على الاطلاق ما قدر يوصل للكونه ديال هذا الروح. شنو هي هذا الروح؟ تؤمن بوجود الروح طبعا في الانسان، كل شيء يؤمن بها. لما كتخرج من الجسم ديال الانسان وكيموت فين كتمشي هذه الروح؟ مالو ما كيشدوهاش فين كتمشي؟ هل واش عمرك شميتي الروح؟ لا. عمرك شفتي الروح؟ لا تراث. عمرك ذقتي الروح؟ لا. لمستيها؟ ولكن تؤمن بها. فما استطعناش كبشر اننا نعرفوا كونها ديال هذا الروح التي به في جنبينا. هذا نمشيو للخالق ديال الله سبحانه وتعالى. كاين مجموعه الامور في الكون نؤمن بها ولا نراها. هذه في الدين ديالنا حنا كم ماشي حتى في الدين ديالنا. لا، الانسانيه جمعاء. لا، نؤمن بالمغناطيس. واش ما كتشوفش مغناطيس كيجبد مغناطيس؟ لكن كنهضروا كاسلام، بما ان الاسلام كنهضروا حنا كمسلمين كنامنوا بشي حوايج بلا ما كنشوفوهم. ماشي غير مسلمين. لا، ولكن الاخرين ما كيامنوش. علاش ما كيامنوش بالمغناطيس؟ لا، ماشي ما كيامنوش، هما كيعتبروها حاجه علميه. كيفاش حاجه علميه؟ اشنو اش يعتبروها الفرق بين؟ لا لا، فهمنا كيفاش كيعتبروها. هما كيعتبروها مساله علميه. كيفاش مسألة علمية؟ ان هذه سلبيه وهذه جهه ايجابيه وان السالب موجب وكذا. ما يمكنش كنشوفوا حنا قوه كتجذب قوه، ولكن كنشوفوا حنا فراغ. طريقه علميه ما كيقولوش راه كاين واحد المساله اللي هي دينيه وان هناك خالق وان هناك بزاف. لا، ما كنهضرش دابا على مساله الخلق والمخلوق، الخالق والمخلوق. لا، كانت كنتكلمكم على شي امور لا نراها بالعين المجرده ولا نراها حتى بالمجهر ولا باي جهاز كما بغى يكون. خلي التفسير العلمي. كنهضروا حنا على الرؤيه المجرده. عف بالرؤيه المجرده، واش المغناطيس كتلقى مغناطيس كيجذب مغناطيس؟ نعم، وكتلقى قوه فارغه. كذلك التيار الكهربائي، سلك موصل كهربائي كتقيسو كيضربك التيار الكهربائي. نعم. لا نرى ذاك التيار ولكن نؤمن به. كاين مجموعة الأمور نؤمن بها ولا نراها. شوف الله سبحانه وتعالى كيقولوا أهل الله وهم الأسماء ديالو الظاهر. الله سبحانه وتعالى من شدة ظهوره اختفى عن الأعين. واحد المثال بسيط بسيط جدا. البولة دابا شفتي بقيتي كتشوف فيها وقربتي ليها بزاف غاتعميك، ما تبقاش تشوف فيها غاتعميك. تشوف البولة مزيان تبقى تشوفها تشوفها هكذا ما تبانش، يعني من شدة قوة نورها غاتعميك. الله سبحانه وتعالى رحمة بنا اختفى عن الأعين. هو الظاهر ظاهر وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، ومن شدة ظهوره اختفى عن الأعين وهو في نفس الوقت الباطن. لأن الله تعالى خلقنا كبشر لا في العقل ديالنا ولا في القدرة الجسمية ديالنا ما نتحملوش رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا موضوع نقدروا نتكلموا عليه من بعد ونجيب نجبدوا نقدروا نجبدوا ذاك القصة ديال سيدنا موسى عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى ربي أرني أنظر إليك. نعم. وكان طمع سيدنا موسى يشوف عليك. الله كما سمع الله. نعم. واختصه بكلامه.